السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الرابع، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة ما عندنا درس صغنون خالص، هنقفل بيه يونت نمبر 5. طبعا الليسن بتاعنا هو ليسن نمبر 4 and 5. ليسن 4 and 5. ليسن 4 and 5 بيتكلم عن، طبعا عندي حاجتين في الرايتنج والبروجكت. Writing with project. طبعا هنا في writing بنتعلم how to write a paragraph, how to write a story, how to write a letter, an email, and so on. طيب احنا النهارده بنتعلم حاجتين، how to talk about the different jobs. احنا طبعا خدنا different jobs طول اليونت دوت. النهارده هنشوف what is good and what is bad about the job. What is good means pros. Pros اللي هي الإيجابيات. Pros اللي هي الإيجابيات. And the cons are the bad things أو السلبيات. Today we are going to learn about what is good and what is bad about different jobs. وحناخد example عندنا in male career. إيه هي المزايا أو good things and the bad things. في البداية هنشوف الفوكابلري بتاعتنا. فعندي الثلاث كلمات اللي موجودين قدامنا زي ما قلنا، كلمة pros والpros اللي هي good things. يبقى كلمة pros اللي هو good things، حاجات اللي هي الجيدة. الcons اللي هو bad things، حاجات اللي هي سيئة أو مش كويسة. طبعا outside برا، outside ولا go outside اطلع برا. اوكي يبقى عندي هنا الكي فوكابلري تاني. pros it's your turn repeat after me. yes cons yes outside. اوكي هنشوف الاكسترا فوكابلري. وعندي الكلمات الإضافية. عندي كلمة heavy، وهيفي يعني ثقيل. كلمة هيفي يعني ثقيل. والأوبوزيت بتاعها لايت. طب يعني ايه لايت؟ هتقولي لايت يعني نور. لا، هنا بقى لايت يعني خفيف. فكلمة لايت ليها تو مينينج، لايت اللي هو الإضاءة أو النور، ولايت اللي هو ايه؟ خفيف. تمام؟ ذا أوبوزيت أوف هيفي. بوينت point يعني يشاور. point يعني ايه؟ يشاور. وكمان point يعني نقطة. report والreport اللي هو التقرير. report اللي هو التقرير. everybody or everyone. everybody or everyone معناها كل واحد. يبقى everyone أو everybody الاثنين معناها كل واحد. mailbag ميل باج. وات از ذا ميل باج؟ اللي هي حقيبه البريد، الشنطه اللي بيحطوا فيها الجوابات والحاجات اللي هي بتتبعت. يبقى دي حقيبه البريد. كلينر اللي هو اللي عامل النظافه. يبقى الكلينر اللي هو عامل نظافه. تمام. طيب عندي conjugation of verbs أو تصريفات الأفعال. عندي طبعا الأفعال irregular. regular اللي هي الverb بياخد d e d i e d in the past. like verb walk will past is walked. connect will past is connected. connect connected. طبعا عندي irregular verb doesn't take d and doesn't take e d doesn't take ing. الIED ما بتاخدش اي واحد فيهم. like verb tell. tell يعني يخبر. طيب ايه الباست بتاع tell؟ الباست اوف tell is told. tell told. tell told. زيها verb sell. الباست برضه بتاعه sold زي بنفس السبيلنج. يبقى tell told sell sold. wake up يعني يستيقظ، يصحى من النوم. والopposite is woke up. woke up هنا بالايه؟ ها؟
ووكب بتبقى بتتحول الاي الى او. يبقى عندي تاني هنقولهم الكلمات كلهم: هيفي، بوينت، ريبورت، everybody، everyone، ميل باج، كلينر، ريجولر، سوري، ووك، ووكد، كونكت، كونكتد. عندي الايريجولر: سيل، سولد، تيل، تولد، ويك اب، ووك اب. هنيجي للامبورتنت، الامبورتنت اكسبريشنز اند بريبوزيشن، اللي هي الحروف الجر والتعبيرات الهامه. طبعا عندي ان هوت لما بنيجي نعرض ذا كونس اند بروس او بروس اند كونس، لما بنيجي نتكلم على الحاجتين بنقول عبارتين. عندي بنقول on one hand، on one hand يعني من ناحيه، on one hand يعني من ناحيه. وبحط مثلا الجود ثينجز او الباد ثينجز، الجود ايه؟ الجود ثينجز. هحط الايجابيات. طب حاجه اتكلم على السلبيات بقى، هنقول ايه؟ on the other hand، on the other hand. يعني ايه on the other hand؟ يعني من ناحيه اخرى. وهحط بقى الايه؟ الباد ثينجز. يبقى انا بعبر عن ان انا بحط opposite ideas او افكار عكس بعضها، او ايجابيات وسلبيات، what is good and what is bad. هستخدم on one hand and on the other hand. يبقى on the one hand يعني من ناحيه، يبقى دي من ناحيه، و on the other hand يعني من ناحيه اخرى، من ناحيه اخرى. تمام. طيب ممكن اقول مثلا on one hand mail carrier اللي هو حامل البريد works outside all the time، يعني بيشتغل بره all the time. تمام. and he exercises a lot، بيتدرب كتير. but on the other hand من ناحية تانية it's not fun when it is raining or when it's wet، الامر ما بيبقاش ممتع when it's wet، لما الدنيا بتمطر، او when it's very cold. تمام. يبقى انا كده عرضت what is good and what is bad. طيب عندي هنا هو كمان keep it clean، keep it clean. اما اقول لك keep your class clean، please keep your class clean، يبقى خلوا حافظوا على نظافه فصلكم. تمام. think about، think about، think about يعني فكر فيه. think about all day، all day. اما اقول mail carrier works outside all day، يبقى mail carrier ده شغال بره طول اليوم. اوكي. get a lot of exercise، get a lot of exercise all the time، he's walking and he's running، he's going upstairs going downstairs، طول الوقت عمال يتحرك، رايح جاي طالع نازل. تمام. so he get a lot of exercise، يعني بيحصل على كثير من التمرينات او التدريبات. هنيجي نشوف الريدنج بتاعتنا، بيقول لي what are the good and the bad things about the job، what are the good and bad things about the job، ايه هي الاشياء الكويسه والوحشه بالنسبه للوظيفه. طب بيقول لي هنا look and read، look and read، يبقى ايه؟ انظر واقرا. my name is شريفه، my name is شريفه. in class this week، in class this week يعني في الفصل هذا الاسبوع. we're talking about the good and bad things about different jobs، هنتكلم في الفصل هذا الاسبوع about about what the good and bad things about different jobs. my aunt is a mail carrier، my aunt is a mail carrier، عمتي او خالتي mail carrier in America. i talked to her، كلمتها. I talked to her about her job and she told me some of the pros and the cons. قالت لي بعض من ال good things او ال pros and the bad things اللي هي الايه؟ ال cons. تاني my name is شريفه. In class this week we're talking about the good and bad things about different jobs. My aunt is a mail carrier in America. I talked to her about her job and she told me some of the pros and cons.
اوكي طيب ناو ليتس سي ذا بروس اند كونز اباوت ذا جوب. هنيجي كده بيقول لي ذا بروس اوف بينج ايميل كارير. ايه هي المميزات اوف بينج ايميل كارير؟ وات is it like to be a male carrier؟ يعني ايه what is it like to be a male carrier؟ يعني الوضع شكله ايه لما تبقى انت male carrier؟ Would you like the job؟ هتحب الجوب or not؟ There are some good and bad points about the job. يبقى في بعض النقاط. يوجد بعض الايه؟ النقاط. There are some good and bad things or bad points about the job. On the one hand, يعني من ناحية, male carrier are outside all day. وآجي حاجة, male carrier are outside all day. طيب, this is great when the weather is good. This is great when the weather is good. ده بتبقى حاجة رائعة لما يبقى الطقس كويس وجميل. But it's not fun. But it's not fun when the weather is very hot or cold. Male carrier walk all day. يبقى الميل كارير بيفضل يتحرك all day. ماشي, male carrier are outside all day. This is great when the weather is good, but it's not fun when the weather is very hot or cold. كمان male carriers walk all day and get a lot of exercise. يبقى بيتحركوا كتير وبيحصلوا على a lot of exercise. Everybody likes getting mail. أي حد بيفرح لما بيجيله رسالة أو بيجيله بريد. So everyone likes meeting the mail carrier. كل الناس بتفرح لما تلاقي الميل كارير خبط عليها ويقول لها ان في جواب, في طرد, في هديه ليكي. تمام, فدي المزايا بتاعه الميل كارير. طب ليتس لوك ات ذا باد ثينج. ذا كونز بقى اوف بينج ا ميل كارير. اون ذا اذر هاند, اون ذا اذر هاند, من ناحيه اخرى, ذير ار سم باد ثينجز تو ثينك اباوت. في بعض الحاجات بقى لازم نفكر فيها. بينج ا ميل كارير is not an easy job. ان انت تبقى male carrier is not an easy job. Why بقى ليه؟ The male bag is very heavy. الحقيبة بتاعت الميل بتبقى تقيلة وبيبقى شايلها بالعافية مش قادر. تمام؟ Another bad thing is that they wake up very early. بيصحوا بدري جدا. They wake up very early. Very early. My aunt starts work at 6 o'clock in the morning. تبدأ الشغل بتاعها at 6 o'clock in the morning. Again, on the other hand, there are some bad things to think about. Being a mail carrier is not an easy job. The mail bag is very heavy. Another bad thing is that they wake up very early. My aunt starts work at 6 o'clock in the morning. يبقى بتبدأ الشغل بتاعها at 6 o'clock in the morning. Okay? طيب, هنيجي نشوف report about another job. أنا دلوقتي خلاص عرفت أعمل إزاي, إيه هي البروس والكونز. أنا عايزة أعمل بقى report about people who help us. هنعمل report, تقرير about people who help us, الناس اللي بتساعدنا. طيب, think about your house. فكر كده في بيتك. البيت ده لما اتبنى مين اللي اشتغل فيه؟ ماشي, المهندس اللي هيعمل التصميم, واللي عامل, اللي هيشيل الحديد ويشيل الاسمنت وايه ويعمله, النجار اللي جاب الخشب, كهربائي اللي ركب لنا النور, والسباك اللي عمل لنا الميه, وات ايلس, مين كمان بيساعد, المصنع اللي عمل لي الحديد واللي عمل لي الاسمنت. كل دول ناس بتساعدنا. طب نيجي نشوف كده, هو بيقول لي read the report workers who made our school. مين هم الوركرز العاملين اللي اشتغلوا في المدرسه بتاعتها, في المدرسه السوري بتاعتنا. تمام, بيقول لي هو the plumbers connect the pipes so that they water
so that we have water. يبقى هما عملوا البلامرز connect the pipes, the pipes تبع اللي هي المواسير, so that we have water. طب who else? The electrician اللي هما بقى الكهربائي connect electricity so that they can use lights عشان يقدروا يستخدموا اللايتس. The cleaner اللي هما بقى عامل النظافة keep the school clean خلي المدرسة نظيفة. طيب the bus driver سواق الأوتوبيس bring the children to school بيجيب الأطفال للمدرسة. The garbage collector the garbage collector اللي هو عامل النظافة أو جمع القمامة ده بيعمل ايه؟ take away your garbage take away your garbage. The mechanics what does the mechanics do? Oh sorry what do the mechanics do? They fix the cars and the buses they fix the cars and buses that bring the children to the school. يبقى هو بيصحح او بيصلح الباص ويصلح العربيات اللي هتجيب الاطفال الى المدرسه. يبقى كل الوركرز دول اشتغلوا في المدرسه. يبقى تاني مين؟ البلامر help us to get the water, the electrician connect the electricity so that we can get the light, the cleaner keep the school clean دايما يكنس وينظف ويخلي المدرسه clean. The bus driver bring the children يروح يجيب الولاد من بيوتهم ويوصلهم للايه؟ للمدرسه. Bring the children to school and the garbage collector collects the garbage collects our or take away our garbage. The mechanics fix the cars and buses that bring the children. هنشوف مع بعض الاكسرسايز. Choose the correct answer. Choose the correct answer. هنشوف عندي هنا الإجابة الصحيحة. Choose the correct answer. The mechanic, the mechanic, plumber, electrician, connects pipe. Connects pipe, pipe اللي هي قلنا المواسير. طب who connects pipe? Yes, very good. The plumber اللي هو الإيه؟ السباك. Okay. Number two. The mechanic. Garbage mail collector takes away trash بياخد صناديق القمامة. طيب هو مين اللي هياخد صناديق القمامة؟ وانا عندي هنا كمان كلمة collector. Yes يبقى garbage collector. Garbage collector كلمتين مرتبطين ببعض. Number three the mechanics لما الميكانيكية fix connects brings cars and buses. Yes طبعا fix cars and buses بيصلح الكارز اند باسز. The cleaners لما العمال النظافه keep the school dirty hot or clean بيخلوا المدرسه dirty يعني not clean ولا بيخلوها hot ولا بيخلوها clean تبرق كده وجميله. طبعا they keep it clean. Okay. Plumbers connect pipes plumbers connect pipes and wires faucets sockets. طيب الوايرز اللي هي الاسلاك والفاسيتس الحنفيات والسوكتس اللي ايه مكان اللي بنحط فيه الفيشه. طيب انا عندي هنا بلامر بلامر اللي هو السباك يبقى what does he do? Yes he connect pipes and faucets. Okay number six the bus driver kills turns brings children to school. طيب هنا الباص درايفر بقى بيعمل ايه؟ kills بيقتل ولا بيحرق ولا بيجيب the children to the school. طبعا the answer is brings children to school. Number seven the mail bag is dirty bad or heavy. Yes طبعا the mail bag is heavy. The electrician connects اللي هو بقى الكهربائي connects pipes electricity water so that we can get light. هو بيوصل ايه so that we can get light. Very good we connect ايه the electricity. طبعا كلمة electrician جاية من كلمة electricity. طبعا بكده نكون وصلنا لآخر درس في الوحدة
الخمسة. طبعا المرة الجاية هنعمل جنرال تيست. الأول هنعمل طبعا الاكسرسايز على ليسون 4 و5، بعديه هيكون في جنرال تيست على اليونت بكامله. فطبعا لازم نذاكر اليونت كويس جدا عشان نستعد مع بعض للامتحان اللي هنعمله مع بعض، وكمان لأنه بقى عندنا حصة لايف إن شاء الله نشوف فيها أي أسئلة واقفة معاكم، ونعمل مراجعة شاملة على اليونتس ديت. أشوفكم على خير. Until we meet again, goodbye and good luck. I miss you so much. I'm waiting for you in the next session. Thanks for your watching. Goodbye.